كشف تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي أنه على الرغم من التقدم المحرز في خفض نسبة الفقر المدقع، لكن نص سكان العالم تقريبا بيعيشوا بأقل من 5.5 دولار في اليوم، بالتزامن مع ارتفاع نسبة الفقراء في الاقتصادات الأكثر ثراء. التقرير اللي بيصدر مرتين سنويا، البنك اللي أجرى دراسة أوسع نطاقا للفقر لمعرفة أماكن ضعف الدول، حتى وإن كانت نسبة اللي بيعيشوا في فقر مدقع وهم اللي بيعيشوا بأقل من 2 دولار في اليوم، هذه النسبة تراجعت خلال السنوات الأخيرة. بموجب المعايير الموسعة لتحديد الفقر، أفاد التقرير بأن أعداد الفقراء في أنحاء العالم لا يزال مرتفع بشكل غير مقبول، فيما أو على الرغم من أنه ثمار النمو الاقتصادي بيتم تقاسمها بشكل غير متساوي في مناطق ودول أخرى، وربما يكون هذا هو السبب. على أي حال هنتوقف هنا لمتابعة أكثر. معنا على التليفون دكتور محمد البنا، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنوفية. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا فندم، اهلا بحضرتك. خليني ابدا مع حضرتك في البدايه حول تفسيرك انه الفقر المدقع بيقل بيتراجع، لكن معدلات الفقر ما زالت عاليه خاصه في اقتصادات ثريه بتحقق نسبه نمو عالي. هو بالتاكيد وجود فقراء موجود في كل دول العالم، لكن نسبتها تتباين طبعا من مجموعه دول او من دوله الى اخرى. نعم. السبب الرئيسي هو سوء توزيع ثمار التنمية. ده واحد من الأسباب الأساسية في وجود أو تزايد أعداد الفقراء في بعض الدول الغنية. إنما هو البنك الدولي المرجع الرئيسي في تحديد خط الفقر، كما أشرت حضرتك في التقرير، هو 1.9 دولار في اليوم، يعني تقريبا برضو نقدر نقول 2 دولار في اليوم. دي آخر تحديث للخط الفاصل ما بين اعتبار الشخص فقيرا، أي لا يتوفر لديه دخل أو موارد تكفي لتوفير كل احتياجاته الأساسية. هذا هو الخط الفاصل في مستوى الفقر. الأشخاص اللي بيحققوا دخول أعلى من 2 دولار في اليوم لا يعتبرون فقراء فقر مدقع، يعني لا ليسوا في حالة عوز أو حاجة، ولكن طبعا مستوى دخولهم أكيد منخفض. طيب لما حضرتك بتقول أنه السبب هو سوء توزيع ثمار التنمية، يعني كنا نتوقع وهكذا اعتدنا أنه بيكون سوء توزيع التنمية في يعني دول العالم الثالث أو الدول النامية. معنى هذا التقرير يا دكتور أنه أيضا الدول الغنية يعني تعاني سوء توزيع في ثمار التنمية أيضا؟ بالتأكيد لا توجد دولة لديها عدالة مطلقة في توزيع ثمار التنمية. يعني موضوع أنه رجال الأعمال أو المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال وغيرهم من الفئات اللي بتحصل على دخل من غير العمل بيحصلوا على نسبة أكبر من الدخول. كل ما كان في معدلات نمو مرتفعة في البلد بيكون معدل البطالة متدني ومنخفض، وبالتالي بيتحسن مستوى المعيشة. أما في حالات وجود بطالة وبالتالي مستويات الدخول بتتأثر جدا للطبقة الكبيرة اللي هي الطبقة العاملة، ومن هنا بيزداد نسبة الفقراء، لأن الشخص العاطل لا يحصل على دخل معادل لدخله أثناء وجوده في العمل. في العمل. وإذا استمر الفترة أطول بتنخفض نسبة الإعانة اللي بياخدها مقابل البطالة إلى أن تصل إلى مستوى الفقر، فبيتحول إلى الضمان الاجتماعي، ومن هنا بيزيد عدد الفقراء في حالات البطالة. لكن الاتجاه العام في العالم كله هناك تحسن وهناك انخفاض في نسب الفقراء خصوصا الفقر المدقع، وهناك محاولات من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمنظمات الدولية للتخلص من الفقر المدقع بحلول 2030، وهناك سياسات موصى بها لجميع دول العالم سواء غنيها أو فقيرها أنها تتبعها حتى يمكن القضاء على الفقر المدقع
والمستهدف 2030. شكرا جزيلا. بالتأكيد عدد الفقراء، عفوا بس جزئية بسيطة، ان عدد الفقراء بيتناقص معظم دول العالم ما عدا المنطقة اللي هي جنوب الصحراء في افريقيا ودول جنوب آسيا. نعم نعم، بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد البنا، استاذ الاقتصاد في جامعة المنوفية.